اهلا وسهلا فيحان، محمد رحمة الله بالاسم والتحيات والسلام الى جميع العراقيين في العراق والى اهلي في السماوات. والله امنيات نرجع للعراق ان شاء الله مع اخوتنا واهلنا هناك من بعد غربه 20 سنه، واتمنى التوفيق وازدهار الشعب العراقي ولاهلنا واخوتنا جميعا. حياتنا وجميع كل من خلص للشعب العراقي. أسلم على أخوتي وأهل بالنجف، بيت أبو علي رشاد وبأسعد، وكل سنة وأنتم طيبين أقولهم. وأسلم على أخوي فنلندا أبو أمير، وسعود الآن موجود بسوريا راح يتزوج بنته، وتحياتي وسلامي إلى كل شاب الشعب العراقي. هذا أسلم على الدكتور محمد الطائي، أسلم على الفيحاء كادر الفيحاء. بس أسلم سلام، بس أقول سلام للشعب العراقي، بس ما عندنا اللي شفناه يقول أمه كل شيء بح، بس الشعب العراقي ما جاي يقول عنا قليل. ونشكر داعم الفيحاء اللي جاي توصلنا للشعب العراقي. أهلا وسهلا بيوم بدري، هاي الكليجة العراقية اللي هسه سواق الحسن اللي جاي يسويها، والصمون العراقي والجمر العراقي والكباب العراقي، كل اكلات العراق جاي نسويها هناك. الجاليه مو بد العراق، الجاليه العربيه كلها على انطلاقه جاي تجي وجاي تاخذ العلم. اسلم على الفيحاء، واسلم على اخواني بالعراق، واسلم على والدتي واخواتي. اهلا وسهلا قناه الفيحاء الشريفه العفيفه اللي تنقل كل شيء، يعني جروح العراقيين. واحنا هنا يعني في امريكا منطقه ديترويت نحيي بهذا الحضور المحن هنا المتواضع، ونشكر الفيحاء مره ثانيه. واحنا جايين نشوف يعني العراقيين في طائف مضطهدين يعني هنا وهناك بالعراق، يعني ايش الانفجارات هاي. اهلا وسهلا، السلام على الشعب العراقي اللي نزاف حتى الفاو، ان شاء الله ما اكبر كذا يا شيعه سنه، ان شاء الله ما اكبر كذا. السلام على الشعب، الله يساعدهم على هذه المسات. اقول الله غير فرضي هذا الوقت وبغربه خلاني، وبغربه خلاني لا ناسي حتى اشتكي، لا يمي خلاني، لا يمي خلاني فرضي يا هذا الوجه وبغربة خلاني، وبغربة خلاني لا ناسي حتى اشتكي، لا يمي خلاني، لا يمي خلاني ناديت وين الأهل كل سير عني بعيد الوطن ومن غيب منك عليك وين الأهل، وأنا أدري كل سير عني بعيد الوطن ومن غيب منك بين علي غربتي بالوجه نشاني، بالوجه